ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. اعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف. وإياك أن تدخل في نوايا الناس، فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. أشياء لا تحتاج أن تبررها للآخرين: مستوى تعليمك، مظهرك، علاقتك بربك، وقتك الخاص، واختياراتك بالحياة.